صباح الخير، ازيكم؟ انا اميره الدمرالي. في الفيديو ده عايزه اتكلم عن التخاطب البصري. في كتير جدا من اطفالنا واحنا شغالين معاهم في الجلسات بنلاحظ ان الطفل ده الكروت بتشده اكتر للشغل، الصور بالنسبه له هي اقوى من المجسمات، الكلمات والالوان اللي موجوده في الكارت بالنسبه له حاجه دافع قوي للشغل عن ما يشتغل بمجسمات واشياء. طيب احنا ممكن نستفيد من المهاره البصريه دي في ايه؟ ممكن اعلم الطفل مهارات كتير جدا جدا في اهداف التخاطب عندي. طبعا كل طفل على حسب مستوى البرنامج بتاعه وعلى حسب الهدف اللي انت شغاله عليه او اللي انت شغاله عليه. طيب ممكن يتعلم ايه؟ ممكن يتعلم الضمائر زي مثلا هي وهو، ممكن يتعلم حروف العطف، ممكن يتعلم تذكير وتأنيث الأفعال، ممكن يتعلم تذكير وتأنيث الصفات والألوان، ممكن يتعلم كمان إزاي يرد على الأسئلة من خلال إنك أنت بتكتب السؤال وتكتب كمان الإجابة في ورقة والإجابة بتبقى قدامه والسؤال قدامك، والطفل بيتعلم إن هو لما يرد على السؤال بيقول الجملة اللي أنت علمتها له يقولها في الورقة اللي قدامه. ده كله اسمه تخاطب بصري. طيب تعالوا نشوف كده مثال. لو أنا عايزة أعلم الطفل مثلا يربط في حروف العطف مثلا، لو انا مستوى الطفل هو بيربط بين كلمتين، طبعا لازم يكون عارفهم، عارف الاتنين اللي هشتغل عليهم، ما اجيبش حاجتين مش عارفهم خالص قلنا هعلمه يربط ما بينهم بحرف العطف. ده انا دلوقتي لو انا مش عندي تخاطب بصري فضلت اقول للطفل ارنب وكلب، ارنب وكلب، والطفل قعد كتير جدا معايا ولسه ما استجابش ولا اتعلم المهاره. التخاطب البصري هنا بيعلمني ان انا اكتسب المهاره اسرع. هنا بيحط الصورتين تحت الأرنب وحرف العطف الوا في النص والكلب، الصورتين اللي انا عايزه اربط بينهم، ببدا اعلم الطفل انه يشاور على الحاجات اللي تحت يقول ارنب وكلب، سكينه وشوكه. ده لو انا مثلا هربط ما بين كلمتين. طيب لو انا في مثلا مهاره اعلى عندي، مثلا الطفل بيربط بكلمات اكتر زي مثلا هنا بنت تقرا كتاب، هربط بين جملتين، وولد يقرا مجله مثلا. هنا على حسب مستوى الطفل بتاعي، انا بعرض مثالين عشان تعرفوا ان هو على حسب مستوى الطفل. طب انا هفضل اقول كل مره كده؟ لا، لما تلاقي الطفل استجيب وحس ان هو اكتسب المهاره بتبداي تخبي بقى الصور دي خالص، بتعملي كده تقولي شايف ايه؟ فهو هنا بيقول سكينه وشوكه من غير ما يشوف، خلاص انا شلت التلقين ده. وهنا بيعملوا ايه او شايف ايه؟ هو هيقول بنت تقرا كتاب وولد يقرا مثلا مجله. طيب ممكن كمان اعلمه من خلال التخاطب البصري تذكير وتأنيث الافعال، زي مثلا هنا بنت تسقف، شايفين دي حركه التي تي بالبق، تمام. هنا مثلا ولد يعيط، بنت را، هنا مثلا مثلا لو انا عايزه اعلمه حاجه اهو، هنا مثلا ولد يسقف. ممكن كمان لو انا عايزه اشتغل على تذكير وتأنيث الصفات او الالوان، طب تعالوا نشوف الضمير. هنا مثلا اهو بصوا، هنا كاتب هو بلون ازرق ويا، واليا كمان زرقاء، هو يكتب. طب وهي؟ هي بلون تاني والتاء بلون احمر مختلف عن هو. هنا هي تي نط، هو يقرا، هي ترقص، تمام. طيب زي ما قلت لكم في الاول بنحط الحاجات او الكلمه او الوصف اللي من تحت، بعد كده انت بتشيل خالص الكلام ده وتقول له هي بتعمل ايه او هو بيعمل ايه او شايف ايه، على حسب انت بتقول للطفل ايه وبتعلمه ايه. التخاطب البصري ده من الحاجات الحلوه جدا جدا اللي بتزود الحصيله اللغويه عند الطفل واللي بتخلي مهارات التخاطب اكتسابها اسرع وافضل. شكرا جزيلا، اميره الدمرالي.